بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باباتي طلاب المرحلة الرابعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام. دكتور. ينعاد عليكم بقبول الطاعات والنجاح والموفقية والأمن والأمان والصحة والسلامة لكم ولعوائلكم ولمن تحبون إن شاء الله يا ربي. نسأل الله عز وجل إن شاء الله ينعاد عليكم أعوام عديدة إن شاء الله بالخير والعتق من النيران إن شاء الله والتوفيق والسلام إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يوم نشوفكم كلكم دكاترة ويانا بالجامعة. شلونكم باباتي؟ الحمد لله دكتور بخير. الحمد لله رب العالمين. ارتاحيتوا من الامتحانات؟ والله هي كانت عطلة مو كافية، بس نقدر نقول الحمد لله. يلا الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله بالتوفيق يا ربي. بإذن نتائجكم الله بعد ما طلع مو تمام؟ والله على أساس اليوم دكتور. ان شاء الله اليوم تقر ان شاء الله وتعلن إن شاء الله خير. باذن الله عز وجل. ان شاء الله باباتي، ان شاء الله احنا باذن الله عز وجل يعني نرحب بكم ان شاء الله ببدايه العام الكورس الدراسي الثاني للعام الدراسي ان شاء الله، وان شاء الله يكون سهل باذن الله عز وجل، اسهل من الكورس الاول. احنا ما يخص ماده السيطره، الماده اسهل وافضل. هناك أخذنا مادة شوية ثيوري أكثر، أخذنا مادة تتعلق بالفيزيك سيستم. الآن حندخل بصلب الثيوري للكنترول سيستم ديزاين. إحنا بعلم السيطرة أكو ثلاثة أشياء، أكو المودلينج اللي هو يعني اساس الكنترول سيستم، واللي احنا بالكورس الاول طولنا به 5 اسابيع، يعني شهر وشويه، يعني ثلث الكورس. بالنسبه لي ابو السيطره هو فشي جدا اساسي، لذلك احنا بالدكتوراه ناخذ كورس كامل اسمه موديلنج سيستم، شلون تسوي لي السيستم موديلنج. والآن المفروض كل واحد بيكم يعرف شنو الموديل وشنو أنواعه وشنو الماثماتيكال موديل وشنو ماثماتيكال ريبريزنتيشن للسيستم وهكذا. بعدها أخذنا الجزء الثاني من الكنترول ثيوري اللي هو يتعلق بالأناليسز للسيستم. بعد ما وصفنا السيستم عبارة عن مثلا بلوك دايجرام أو سيت من الديفرنشال إكويجن، قدرنا نطلع له أوفر أول ترانسفير فانكشن، وهذه الأوفر أول ترانسفير فانكشن عرفنا أنه الريسبونس مالتها يتكون من منطقتين رئيسية اللي هي الترانزينت والستادي ستيت. وقلنا إحنا جماعة السيطرة أكثر شغلنا بالترانزينت لأن هي أغلب مشاكل الفيزيك سيستم بالترانزين. بالستادي ستيت الديزاين حيثبت على مسألة معينة انت قبلان بها كيوزرز وانتهى الأمر، يبقى فقط نحافظ على هذا الستادي ستيت. فأخذنا الاناليسز بالترانزين وبالستادي ستيت، شنو مصادر الايرور اللي بيهم، شنو البارامترز اللي تمثلهم، وشلون نرسم كل واحدة من عندهم. وبعدها أخذنا شغلتين نقدر نشيك الاستيبلتي مال السيستم. من يقدر يقول لي شنو الطرق اللي اخذناها وشيكنا بها الاستيبلتي مال السيستم؟ يا سبع الراوث كرايتيريا. فاذا قلنا الطرق التشيك لي الاستيبلتي للسيستم هي الراوث والروت لوكس. من يقدر يقول لي شنو الفرق بين الراوث كرايتيريا والروت لوكس؟ يا سبع ها اثنين بس نقدر نقول نعم روت لوكس اداء روت كرايتيريا. لا مو هذا الفرق، اذا تحكي على الاستيبلتي
يعني شلون انت الاستيبلتي مو شرط. بالراف نقدر نشيك فقط السيستم ستيبل، احنا بالراوث نقدر نشيك السيستم ستيبل اور نوت فقط، بس ما نقدر نشيك هذا السيستم ستيبل من وراء اي ستيتس. احنا كل سيستم عندنا ستيتس له، النمبر اوف ستيتس بالسيستم هي النمبر اوف اوردر. الاوردر ايش قد؟ ثيرد اوردر، اذا عندنا 3، عندنا اكس 1 دوت، اكس 2 دوت، اكس 3 دوت. فهذا المقصود. فمن نجي بالروت لوكاس نعرف ياهو من عندهم، يا بولز يا زيرو هو سبب ال انستابيليتي. لذلك الروت لوكاس راح نشوفها هي اساس الديزاين بالكنترول سيستم. الان احنا راح نبدي نعالج مشاكل الاستابيليتي بهذا الكورس. هذا الكورس راح نشوفه هسه، راح نتطرق للسيلبس مالته. احنا قلنا الكنترول ثيوري بثلاثه امور. اول شغله تعلمناها الموديلنج، بعدها شو تعلمنا؟ تعلمنا السيستم شلون نسوي له اناليسيز للريسبونس وشلون نشيك الاستابيليتي. الان شيكنا الاستابيليتي بمشاكل، راح ناخذ الجزء الثالث بهذا الكورس اللي هو الديزاين بالكنترول سيستم. ديزاين بالكنترول سيستم راح ينطينا شلون نحول السيستم من ستيبل الى انستيبل او نسوي له موديفايد. راح ناخذ كل الطرق هذه وراح نشوفها. فاللي امامكم الان راح ناخذ السيلبس. اول موضوع راح ناخذه هو مراجعه. احنا ماخذين الكنترول بالكنترول سيستم بالكورس الاول، اخذنا الروت لوكس. فاول موضوع راح ناخذه وراح نطول به اسبوع واحد مثل ما تشوفون، هو موضوع الروت لوكس. راح نراجع مراجعه اليوم، احنا راجعناه وامتحناكم به والمفروض صار واضح عندكم. مو تمام؟ من عنده مشاكل بالروت لوكس؟ دكتور بالبريك الان والاوي ان شاء الله هسه راح نراجعها باذن الله عز وجل. بعدها الاسبوع القادم ان شاء الله راح ناخذ الكنترول سيستم ديزاين باي يوزنج الروت لوكس. حناخذ شلون نسوي ما يسمى بالكومبنسيتر، وعندنا ثلاث انواع للكومبنسيتر. حناخذ اللاج كومبنسيتر، الليد كومبنسيتر، واللاج ليد كومبنسيتر او الليد لاج كومبنسيتر. وراح نشوفها طبعا شلون نسوي بها ديزاين بالروت لوكس ونحول السيستم، ما نحوله اوفر اول ستابيليتي بس نحسن من عنده. مثلا اذا السيستم هو ستيبل من الجين 0 الى 10، راح نقدر نسوي من 0 الى 100، يعني نزيد بالرينج مالت الستيبلتي الى 90 ضعف بالجين. حولنا الرينج من 0 الى 10 الى 0 الى 100، ولذلك راح نشتغل على ستيتس واحده بالسيستم. بعدها حنرجع شويه بموضوعين على مسائل التشيك للاستابيليتي. حناخذ ما يسمى بالنايكوست ستابيليتي كرايتيريا ونطول بها اسبوعين، وناخذ ايضا البود دايجرام ونشوف نتعامل وياه ايضا باسبوعين. بعدها نرجع للكنترول سيستم ديزاين وراح ناخذ اهم موضوع تاخذه انت بالسيطره. وإذا أنت مختص بالسيطرة مستقبلا راح تشوف هذا الموضوع دائما يجي يتكرر وياك. إذا أنت تشتغل بشركة بعملي، تشتغل تخصص أكاديمي، كانت تروح تكمل ماجستير ودكتوراه وتشتغل تدريسي، راح تشوف
ما يسمى بالبي اي دي كنترولر. طبعا بالفيزيك سيستم لحد الان سابقا انا قايل لكم ناسا وكاله ناسا لحد الان تستخدم بالسيطره على المركبات الفضائيه وغيرها على البي اي دي كنترولر. وصار بعد تحسين وراح نشوف البي اي دي كنترولر اللي ابتكره واحد اسمه نيكولاس عام 1920، واول بي اي دي كنترولر طلع للبراكتيكال عام 1922. لكن لحد الان لانه ليش هالقوه هاي لهذا الكنترولر؟ لان هو يستخدم العناصر الاساسيه بالدائره الكهربائيه. من يقدر يقول لي اياها؟ شنو العناصر الرئيسيه بالدائره الكهربائيه؟ ار ال سي. عافيه، ار ال سي سيركيت. هذن العناصر الريزستنس والكاباستنس والاندكتنس هن اساس الالكتريكال سيركت. لذلك اي بي اي دي هو عباره عن ذني زائدا اوب ام اوبريشن امبليفاير على مود يكبرهم. بعدها راح ناخذ احنا هذا كل دراستنا هو شنو هو؟ هو كلاسيكال كنترول. راح ناخذ موضوعين ان بدايات الديجيتال كنترول. راح اي واحد بيكم يروح يكمل ماجستير بالكنترول راح يلاقي قدامه موضوع اسمه ديجيتال كنترول. راح ناخذ انترودكشن نطول بها اسبوعين، وبعدها ناخذ 3 اسابيع للكنترول سيستم بالستدي سبيس. تذكرون الستدي سبيس من اخذناه وقلنا هو يوصف السيستم بيا دومين بالتايم لو بالفريكوانسي الستدي سبيس. خلينا نشوف انوار. أنوار باباتي موجودة؟ أحمد هاشم موجود؟ نعم دكتور. أي أحمد، الـ Steady Space يوصف السيستم بالتايم دومين لو بالفريكونسي دومين؟ دكتور دكتور بالتايم دومين. عافية، بالتايم دومين. وأهم عناصره شنو لنا احمد تعرف؟ اه والله دكتور ما اعرف. بالستدي سبيس شنو نستخدم حتى نوصف السيستم؟ اكو معادلتين رئيسيه دكتور، واحده بها دوت وواحده ما بها دوت. ها دكتور، اول شيء ان هي لابلاس من حوله. لا احمد، ما نشتغل لابلاس. عندنا سيت مال ديفرنشال اكويجن اكس دوت تساوي لنا اي اكس زائدا بي يو. عندنا الواي دكتور تساوي لنا النود والاي نود وغيرهن. لا احنا عندنا بالستد سبيس معادلتين رئيسيه اللي هن الاكس دوت تساوي لنا الاي اكس زائدا البي يو، والواي تساوي لنا السي اكس زائدا الدي يو. قلنا الاكس هذا شنو؟ الستاتس للسيستم، والواي هو الاوتبوت، والاي هي الكاركترستيك ماتريكس اللي هي تقابل بالترانسفير فانكشن قابل الدينومينيتر، والبي ماتريكس هي الانبوت ماتريكس، والسي هي الاوتبوت ماتريكس، والدي هي الانبوت ماتريكس لما يكون السيستم مايمو. شنو مايمو يا افان؟ موجودة افان؟ بلال احمد. نعم دكتور. ايه دكتور، مالتي انبوت مالتي اوتبوت. عافية، مالتي انبوت مالتي اوتبوت. شحدنا بلال السايسو؟ شنو السايسو؟ سينجل اوتبوت سينجل انبوت. عافية. فلما احنا بدراستنا قلنا دائما الدي شو نستخدمها؟ اليوجوالي عاده الدي صفر، لكن لما يكون اكو مالتي راح يكون لها فد حجم معين، لها سايز مثلا تكون 2 باي 2 او 3 باي 3 حسب ايش كم انبوت بي السيستم. فلذلك اخذنا بالماثماتيكال ريبريزنتيشن بالبلوك دايجرام لما يكون عندي المالتي انبوت راح استخدم شنو هو؟ السوبر بوزيشن.
فهذا السيليبس اللي راح يكون ويانا على مدى 15 اسبوع اللي هو الكورس مالتكم. المصادر باباتي اللي اشتغلنا عليها بالكورس الاول هي نفسها اللي نشتغل بها بالكورس الثاني. انطيتكم اياها وموجوده عندكم على الجروب، نزلت لكم اياها. خاف واحد سوالها ديليت بالكورس الاول عبالة ما نستخدمها. اوكي، الروت لوكس باباتي عرفنا احنا وقلنا منه اللي طلعها، واحد اسمه ولتر ريتشارد بال 1987 وشنو فائدته، وقلنا هو نقدر نرسمه بالجين بوزيتيف والنيجاتيف. وقلنا البوزيتيف جين معروف، النيجاتيف جين شو يقصدون بيه بالفيزيكس يا سرعة؟ سرعة باباتي موجودة؟ سرعة؟ نعم دكتور. اي باباتي، قلنا البوزيتيف جين هو الاكسلريشن، النيجاتيف جين تعرفينه باباتي شنو هو؟ ان اكسلريشن او ديكسلريشن باباتي. اكسلريشن وقلنا المثال العملي اللي عليها شنو هو تعرفينه؟ ذكرينه؟ لا دكتور. احنا السياره من تمشي ندوس على الدواسه مال البنزين هذا نعطيها اكسلريشن، بس اذا نعطيها الكابح البريك ايش نسوي لها؟ نسوي لها ديكسلريشن. لذلك الجيم بالعكس، لذلك الروت لوكس راح نرسمه لما الكي اكبر من صفر لما الكي اصغر من صفر. وقلنا عندنا كم رولز في رسم الكنترول الروت لوكس؟ كم رولز؟ أربعة خمسة يا رامي؟ رامي. نعم دكتور. نعم دكتور. إيه بابا تتذكرش كم رولز أخذنا؟ دكتور هو احنا يعني العدد الرولات غير على حسب الدنوميتر والنوميتر. صورة عامة كم؟ والله دكتور ما أعرف يعني صراحة، إلا يعني في السيستم أشوف الدائرة. لا احنا درسناها، قلنا احنا عندنا 11 رولز صح، ما تستخدمهم كل المرات حسب ما تقول انت الترانسفير فانكشن، بس احنا بصورة عامة عندنا 11 رولز. هذين ال 11 رولز اخذناهم. اذا الواحد فاهم ال الروت لوكس المفروض يعرف ايش وقت يستخدم هاي الرولز وايش وقت ما يستخدم هاي الرولز، صح؟ هذا المقصود. ف ورا ما اخذنا باباتي الروت لوكس واخذنا الرولز مالته، عرفنا شلون نرسمه، عرفنا شلون نشيك الاستابيليتي بالروت لوكس. من يقول لي شلون نشيك الاستابيليتي بالروت لوكس؟ بالرافق. هاي منو تجاوبني؟ دكتور طه دكتور. من هو؟ طه دكتور. طه بها. طه بها. لا طه بها، جوابك مو صحيح. احنا الراوث الراوث كرايتيريا قلناها هي تشيك السيستم ستيبل او نوت ستيبل، بس احنا بالروت لوكاس عندنا غير شغله ويا الستيبلتي، بحيث انا بس اشوف الرسم مال الروت لوكاس اقول هذا السيستم ستيبل. دكتور. نعم دكتور. خلي طه يجاوب. دكتور اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف، اذا كان نيجاتيف هو ستيبل، اذا كان بوزيتيف هو غير ستيبل. هاي على الجين؟ هاي على الفولت، على زيرو. لا هسه انا رسمت روت لوكس، هسه مثلا هذا روت لوكس. الله ناخذ فد روت لوكس هيجي مرسوم. مثل هذا السيستم هسه. أنا بس أشوف الروت لوكس المفروض أعرف هو ستيبل لو
انستيبل. شلون طه تعرف؟ تعلمناه. دكتور انا ما كنت ذكر على الوضع الجيولوجي اذا كنت هو نيجاتيف وكنت داخل على طه. طه هاي مو بس انت، هاي من امتحانتكم عملي عرفتكم انتم ايش قد ماخذين من عندي من الكنترول، وهي هاي المشكله. زين خلنا بالله نعرف هاي المعلومه، كم واحد يعرفها؟ طيف موجود؟ نعم دكتور. اي طيف، هسه هذا السيستم اللي قدامنا ستيبل لو انستيبل؟ انستيبل دكتور. عافية. زين عبد الرحمن موجود؟ عبد الرحمن. نعم. اي عبد الرحمن، هذا السيستم ستيبل لو انستيبل اللي قدامنا بالصورة؟ ما اعرف. عافية. عبد القدوس. نعم دكتور. باباتي هذا السيستم ستيبل ولا انستيبل؟ دكتور ستيبل. ستيبل. مروان عبد الملك. نعم دكتور. هذا السيستم ستيبل ولا انستيبل؟ دكتور ستيبل. زين، تقدر تقول لي ليش ستيبل؟ لا والله ما اعرف. زين عبد القدوس. نعم دكتور. انت تقول ستيبل، ليش ستيبل؟ تعرف؟ دكتور غير صاير نيجاتيف. نعم؟ الرسم صاير نيجاتيف يعني السالب مو الاكس اكس اكسس. باباتي احنا قلنا الروت لوكاس اذا كله واقع بالليفت سايد للريال ايماجينري اكسس، انا عندي هذا الريال ايماجينري اكسس، فاذا اني عندي الروت لوكاس واقع كله بالجهه اليسرى منه، ف إذا واقع الرسم كله بالجهة اليسار هذه، إذن السيستم شنو هو؟ ستيبل. إذا قاطع هذا السيستم الثاني، هذا السيستم ما نقدر نقول عنه ستيبل، هذا ستيبل لرينج معين من الجين، وقلنا لازم نعرفه هنا بهذه نقطة التقاطع ويا الإماجينري، لازم نحسب الجين اللي من حسبناه مثلا هذا السيستم طلع يمكن 14 او فتشي يعني، فالحد الجين اللي هو مثلا حسبناه 14 هو السيستم شنو ستيبل، بعده السيستم انستيبل. لذلك الروت لوكس قلنا بامكاننا ان نرسمه ونعرف السيستم ستيبل لو انستيبل ولي وين الرينج مالت ستيبل، وايضا نعرف يا ستيت بالسيستم هي اللي سببت الانستابلتي، هذا البولز او هذا الزيرو. وايضا المفروض احنا درسناها من صف ثالث وياكم بالسيجنالز اند سيستم، ايش درسنا؟ درسنا انه الروتس اذا واقعه كلها بالليفت سايد اذا السيستم شنو هو؟ ستيبل. اوكي زين، اليوم خلي ما دام احنا بدنا ناخذ محاضره على الروت لوكس، خلي قبل لا نحل سؤال الامتحان اللي هو اغلبكم مو حالينه، خلي نسمع اسئلتكم عن الروت لوكس. منو عنده اسئله فشغله ما فاهمها ما يعرف يرسمها بالروت لوكس؟ منو بكم عنده سؤال؟ دكتور البريك اواي بوين ما نحسب البريك اواي بوينت،
منو بيكم يعرف البريك اواي بوينت شلون تنحسب؟ دكتور انا اعرف طريقه بس اذا هي صحيحه او غلط، يعني نوصل النقطه بالايماجيناري، يعني نوصل شكو زيرو شكو بول بالماجينري واحسب الزوايا واطلع زاويتي. هذا مو بريك اواي بوينت، هاي الانجل اوف ديبارتشر والانجل اوف ارايف. ايه العفو الديبارتشر مو هو انت ياهو اللي ما تعرفها، الانجل اوف ديبارتشر والانجل اوف ارايف. الانجل دكتور الانجل، اي الانجل هذا الكلام مالتك اللي تقوله سليم، انه احنا اذا نريد نحسبها نروح عندنا قانون يقول السميشن للثيتا بول ناقص السميشن للثيتا زيرو تساوي لي بلس 180 اذا اني اريد اخذ البول او الزيرو اللي هو بالجزء الموجب من الريال ايماجينري اكسس، ويساوي ناقص 180 اذا هو احنا بدنا ناخذ بول او زيرو بالنيجاتيف. فاذا عندنا هذا القانون اللي هو يوم ماذا تشتغل، عندنا قانون يقول السميشن ل ثيتا بي هذه بهذه الطريقة، السميشن للثيتا بي ناقص السميشن للثيتا زيرو تساوي البلس 180. فأحسب الزوايا تبقى عندي فقط الزاوية اللي أنا أحتاجها بالديبارتشر وأوجدها أو بالأرايف. طبعا احنا قلنا هذه تنحسب الانجل اوف ارايفد والانجل اوف ديبارتشر ويا من لمن احسبها؟ احسبها قلنا للكونجيجيت بول او زيرو. اذا انا عندي كونجيجيت بول شلون هسه هذه بي 2 وبي 3 فاحسب لها الانجل اوف ديبارتشر، واذا عندي زيروز احسب لها الانجل اوف ارايفد. ما احسب لهذه البولز انجل اوف ديبارتشر لان هذه واقعه وين؟ وقع على الريال اكسس، فهي فقط تنحسب لمن؟ للبول وللزيرو اللي هنا واقعات بالسبيس، واقعات يا اما بالجزء العلوي بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، وهن كونجيجيت. ليش كونجيجيت؟ لانه الريال جزء الريال متساوي وجزء الايماجينري هو اللي متساوي لكن بفرق بالاشاره، لذلك تكون مثلا عندي كونجيجيت بول راح تكون عندي مثلا ناقص 5 زائد ناقص شنو 10 مثلا، فيوقع بهالشكل هذا. اوكي بعد باباتي من عنده سؤال؟ دكتور ايضا بريك 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 اواي وبريك ان. نعم اي بريك اواي وبريك ان قلنا شلون نوجدها؟ نوجدها نطلع معادله الكي بالسيستم ونسوي دي كي باي دي اس راح تطلع لنا فد بولونوميال ثيرد اوردر سكند اوردر فورث اوردر، طلع الروتس مالته. هذه الروتس اللي واقعه بين تو بولز نسميها شنو هو؟ الواقعه بين تو بولز نسميها بريك اواي، والواقعه بين تو زيروز نسميها بريك ان. اللي لا واقعه لا هنا ولا هنا هذه نهملها نيجليجبل. هذه الطريقة اللي نوجد بها البريك اواي وبريك ان اللي احنا اخذناها هنا، هذه الدي نشتقها الكي ونوجد الروت حتى نوجد نقاط البريك اواي والبريك ان. دكتور نعم بابا دكتور من الدرجة الرابعة المعادلة اذا طلعت عندي ما في الكي ايه من راح اشتق الكي طلع عندي زين، هاي دكتور شلون راح اطلع الجذور مالته؟ هي من درجه رابعه. احنا هذا سابق، انت شو اسمك باباتي؟ دكتور احمد. احمد احنا قلنا باباتي هذه شرحت لكم اياها بالتفصيل وحليت لكم مثال، لان اول واحد سالني عليها هو محمد الامين بكتي. المفروض انتم ماخذين نيوميريكال، فاول روتس طلعت ترايل اند ايرور، تجرب قلنا
خلي مثلا بالبولينوميال ناقص 6 مثلا، راح تشوف هذا الروت الريزلت طلعت نيجاتيف، تاخذ مثلا صفر تشوفها طلعت بوزيتيف، فاذا الروت الاول محصور بين الصفر والستة، تظل تجرب 3 4 2 1 بعدين وصلت الى الواحد وهو بعده نيجاتيف وبالزيرو بوزيتيف، اذا هو محصور بين الصفر والواحد، تاخذ 0.5 الى ان توصل للريزوليوشن المطلوب اللي قلنا هو من يصير عندك point of something، هذا يعني مثلا result point 09، قلنا هذا احنا بالامتحان نعتبره مقبول وتوجد الروت الاول، سوي long division قسمة طويلة بين البولينوميال وبين هذا وتوجده، راح تطلع لك ايضا بولينوميال بس باقل، اذا هو fourth يطلع third، ايضا تجرب tried and error و توجد الروت الثاني، بعدها يصير عندك سكند اوردر، السكند اوردر ينحل بالدستور بالتجربه بغيرها ينحل، تطلع عندك الاربع روتس. قلنا احنا بالامتحان راح نحاسبكم على الساينتفك كالكوليتر، وكلكم المفروض تعرفون توجدون بالامتحان بالساينتفك كالكوليتر، تنطي المعادله ينطيك الروتس، يعني هذه مسائل مال صف ثاني او صف ثالث، احنا مرات ندرس النيوميريكال صف ثالث مرات ندرسه صف ثاني رياضيات، فالمفروض تتعلمها، اذا ما متعلمها المفروض تعرف تطلعها بالساينتفك كالكوليتر. اوكي باباتي تمام. عسر دكتور تخل بس الثلاثيه يعني اذا اي اذا لا مو شرط، حسب الحاسبه مالتك، فإذا عندك حاسبة بس تحل ثلاثية لازم تضطر تشتق بيدك الفورث طلعها ثري وتوجدها، راح تتعب بس بإيجاد الروت الأول، وهي مسألة سهلة مو صعبة. تمام دكتور. بعد باباتي دكتور شلون نقدر نعرف النظام إذا مستقر أو غير مستقر من خلال المعادلة دكتور؟ من خلال المعادلة صعب، من خلال المعادلة وتتكهن السيستم ستيبل لو انستيبل صعب، لازم تطلع أقل شيء الروت، من تطلع الروت للمعادلة البول والزيرو وتشوف إن كل الواقعات بالليفت سايد تقول هذا السيستم ستيبل، لكن هم هذا الديسيشن هو اولي، لان ممكن هذا السيستم بس ازيد للجين يروح اوتسايد يروح بالرايت سايد، لكن مبدئيا انيشيالي لما هو مستقر ما منطي انت انبوت هذا السيستم ستيبل، اذا كانت واقع جميع الروت بالليفت سايد يبقى عاد انا اذا احدد لك اذا هو بي جين، مو احنا مسوي له فريزنج، يعني هو من بده يسأل؟ طه هسه باباتي هذا السيستم، هذا السيستم مثلا K over S plus S1 plus S plus 2، هذا شنو فرقه لو أنا مخلي مكان الـ K 10؟ شنو الفرق؟ تعرف شنو الفرق؟ قيمة الجين ده دكتور، هذا معناته اذا انا اخلي الجين 10 انا مسوي له يسمونه فريزنج، يعني انا انطيت الجين 10 وقست الترانسفير فانكشن هيجي، فانا اذا منطيك بالمعادله الكي 10 وجدت الروتس، هسه مثلا هذا السيستم مباشره من اشوف المعادله اقول هذا السيستم ستيبل، ليش؟ لانه عنده بولز بالزيرو وعنده بولز بالناقص واحد وعنده بولز بالناقص اثنين، اوكي؟ لكن لو انا كاتب لك اس تربل بلس 2 اس سكوير بلس 2 ما تعرف، لازم تروح تحلل طلع الروتس وتشوفها، وش تقول لي؟ تقول لي هذا السيستم هو انيشيال ستيبل
بس ما نعرف وراء الجين من يكبر الجين شلون يظل ستيبل لو يصير انستيبل. لازم شو نسوي حتى نعرفه؟ نروح نرسم له الروت لوكس او نسوي له راوث كرايتيريا. بس احنا بدنا نحكي عن مهندسين، احنا مهندسين قاعدين هيك بالمكان العمل وهاي اكو ترانسفير فانكشن، فواحد سال قال يا جماعه هذا السيستم ستيبل لو انستيبل. فاذا هو بي كي ومحلل وطالع الروت اللي راح يقول له ستيبل فور ايفر، هذا عنده خلل بالثيوري مال الكنترول ما يعرف. لازم يقول له حتى يجاوب جواب دقيق، يقول له هو انيشال ستيبل بس ما نعرف اذا زيدنا الجين يطلع ستيبل لو انستيبل. خلينا نروح نرسم الروت لوكس او نروح نحسب الراوث كرايتيريا ونشوف الجين من نزيد الجين يظل الفيرست كولوم هو بوزيتيف، اذا تغيرت الاشاره معناتها الجين يسوي لنا مشاكل. وبالروت لوكس من نرسمه الروت لوكس احنا نرسمه الى كي انفينيتي. فليش الى كي انفينيتي؟ من يعرف يا سبع يجاوبني وياخذ منها السبلاس 1 على السعيد. ها اللي يجاوبني معناتها هو فاهم الروت لوكس. ها ولا واحد؟ ترجع منا بعيد عن دكتور بدون توقف. لا دكتور احنا نرسم بالروت لوكس الحد الجين انفينيتي. اكو برهان بالروت لوكس يبرهن لي انه انا اذا ارسم للكي انفينيتي. من يعرف؟ دكتور انا ما اعرف الرينج للكي فارسم الانفينيتي. لا هو احنا نعرف انا جاي اقول لك احنا نرسم للكي انفينيتي شلون بروف. هسه الان بروف رياضي اكو شيء بالروت لوكس يبرهن لك انه انا اذا ارسمه الحد الكي انفينيتي. وعلمت لكم اياه طبعا، قلت لكم روحوا جربوا بالماتلاب خلوا الكي من 0 الى 10 شوف الروت لوكس شو يصير به. واذا هو تنطيه انت كي بس للماتلاب هو يروح يرسمه للانفينيتي. بس احنا بالثيوري قلنا هذا برهان انه انا دارسم الكي للانفينيتي. اي هو هذا الفرق بين انه انت قاعد تستمع لي بالمحاضره بين انه انت بس قاعد هيك ماكو شيء. مثل ما امتحانتكم بالعملي فد 10 15 من الشعبه ما يعرف التايب اوف سيستم، وانا ادرس وجماعه المختبر خطيه يدرسون وكورس كامل وما يعرف التايب اوف سيستم شلون يتشيك. اي بابات احنا مو قلنا الجين في البولش جيد، الجين ينطلق من البول من هو زيرو، الكي زيرو الكي بوينت 1 تشوف الروت لوكس توه بدا يبدي من البول ويروح لوين؟ يوصل الى الزيرو. شو وقت يوصل للزيرو؟ لما الكي انفينيتي وقلناها اخذناها اول ما اخذناها شوفوا هذا الكي عند البول شنو هو؟ زيرو. وعند الزيرو الزيروز انفينيتي. لذلك احنا نرسم دائما الروت لوكس من الكي زيرو الى الكي انفينيتي. فلذلك احنا من نرسم الروت لوكس نقدر نقول له لهذا اللي يسالنا على الستيبلتي نقول له هذا السيستم ستيبل لحد هذا الرينج او هو ستيبل فور ايفر. هذا السيستم ستيبل وستيد ستيد ستيبل، يظل ايش قد ما زيد للجين هو ستيبل. مثل هذا السيستم الان اللي قبل شويه سالتكم هذا ستيبل لو ان ستيبل، هذا السيستم ستيبل فور ايفر. هذا ليش؟ من هنا كي زيرو الى هنا لحد الكي 14 احنا وصلنا لهنا، حتى لو ظل زيد الجين الى الانفينيتي هو وصل لهنا انتهى. هو مس هاي النقطه عند الكي
14. الظل الزايد بالكي الى الانفينيتي يوصل للزيروز ويستقر. يعني اليوم اذا تروح بالماتلاب تجرب لهذا السيستم وترسمه، ها هسه هم نقدر نجرب هذا النوت باد يوم هذا يشتغل. لما يشتغل الماتلاب هذا السيستم الان اللي قدامنا، اذا نروح نرسمه بالماتلاب ونتحكم بالجين، ثاني عندي ايش قد؟ عندي K S بلس 2 S بلس 3 على S S بلس 1. هذا الان اذا نروح نرسمه بالماتلاب هو S سكوير بلس 5 S بلس 6 اوفر S سكوير بلس S. فاذا نروح نرسمه بالماتلاب خلي على ما يشتغل. اوكي واضحه باباتي؟ زين بعد من عنده سؤال؟ ها ماكو سؤال؟ نعم دكتور، شلون اقدر احسب الكي عند اي نقطه عروه لوكس؟ اي عافيه، خوش سؤال. احنا طبعا اخذناه وحلينا عليه امثله هذا الموضوع، ليش؟ لأن هذا الموضوع هو أول شغلة راح نتعلمها بالموضوع الثاني. هسا أول الموضوع الثاني راح ناخذ اللاج كومبنسيتر، فباللاج كومبنسيتر راح نحدد نقطة على الروت لوكس ونشتغل عليها، نزحفها. إيش قلنا شو نسوي؟ ناخذ بالروت لوكس هذه النقطة نسقطها ونشوف إيش قد الريال وإيش قد الإيماجيني مالتها. وناخذها ونخليها بمعادلة الجين. مو احنا عندنا بالروت لوكس معادلة للماجنتيود اللي هي نطلع من عندها الجين، ومعادلة للفيز اللي نطلع من عندها الانجل. قلنا هذا اني اول شرطين نتعلمهن بالروت لوكس هذا الجين. مو فبالماجنتيود نخلي النقطة يطلع لنا الجين ايش قد؟ هذا. هذا الجين الابسوليوت نخلي نعوض بالترانسفير فانكشن، نعوض هاي النقطة ايش قد الريال والإماجيناري؟ جزئية واقعة على الروت لوكس إذا تريد مثلا على الريال أكسس، تاخذ فقط الريال وتعوضها. مكان كل اس تخلي النقطة ايش قد هي؟ 2 زائدا 3 جي، تخلي مكان كل اس 2 زائد 3 جي وتحسب هذا الجين. وهذا شرط الماجنتيود، من عنده نوجد الجين. اوكي اوكي نجي هسه هذا الماتلاب. اذا اريد اني اشتغل على هذا السيستم اللي اخذناه، فاسمي ان، ايش قد عندنا الان؟ 1 5 6. وعندي دي هو ايش قد؟ هو 1 ب 1 ب 0. و حدد الجين بالبدايه، كي يساوي لي مثلا من الصفر الى مثلا 10، وأقول له R locus N والD والK حتى لا يرسمه مكسر. نقول له point O 1. المهم المفروض السيستم هذا الروت لوكس الان اللي ما عنده يمكن مشكله بالماتلاب، ما اعرف الماتلاب شنو المشكله اليوم، فالمفروض الكي الروت لوكس الى هنا ويتوقف مثلا او الى هنا حسب. اذا تنطيل كي 14
لهنا ويوقف. ينطي الكي انفينيتي تعوفه ما تحدده، تقول له فقط بالمعادله من تكتب هنا تكتب روت لوكس ان والدي، فيكمل لك الروت لوكس الى الاخير. اوكي هاي تقدر اليوم كلكم تجربوها. بابات الان نريد نشوف تاثير الكي لما يكون بروجريسيف. اذا نبدي بي احنا نريد نثبت انه احنا بدنا نرسم الروت لوكس من الزيرو الى الانفينيتي. فالان اذا اخذنا الكي من الصفر الى العشره خلينا ستيبس حتى يكون الكيرف سموث. فالان اذا بعد ما ثبتنا النيومينيتر والدينومينيتر ثبتنا الكي من الانستركشن للرسم للروت لوكس ونرسم، نلاحظ الرسم الان كيف بدا من الزيرو وهذا ايضا بدا من الزيرو انطلق من البول. بعد ما التقى من يصير انفينيتي يلتقون هنا، وهنا شوفه وصل الى هنا وتوقف. لو زيد الجين الى مثلا ال 11 على سبيل المثال او ال 11 الى ال 14 مثلا واجي ارسم مره ثانيه، شوف باباتي الان الروت لوكس هنا التقوا هاي النقطة وبدأ يمشي باتجاه الزيرو. الآن نزيد إلى أن يلتقي، شو وقت يلتقي؟ احتمال بالجين ألف أو أكثر. فإحنا دائما من نرسم بالروت لوكس راح نرسمه إلى أن، بس مثلا إذا أردنا نجرب إلى مثلا 100 مثلا نشوف أنه ما كمل الروت لوكس لحد الآن، ما وصل المية وما وصل. لكن إذا نعطيه مثلا 10,000، لكن أيضا الباقي عندنا شنو؟ هذا ما التقى إلى أن يصير إنفينيتي. يلا تكون عندنا البريك أول والبريك إن أيضا. هسه الآن البريك إن إذا أكبرها شوفها بال 10,000 بس هو ما ملتقين لحد الآن. فالروت لوكس ينرسم من الزيرو الى الانفينيتي. الان الغي خطوه الكي وارفع من الانستركشن روت لوكس وارسم الروت لوكس، راح يكون بالشكل هذا. اباتي معروف البريك اوي وهذه البريك ان مثل ما مرسوم. اذا اردت اشوفها بالماتلاب ايش قد بالامكان من خلال التولز اللي عندي اللي هي الداتا تيم اشوف هذه هي عند ال minus 0.634 وهنا عند ال 13 تقريبا عند ال 2.37 بهالشكل هذا. زين منو بعد باباتي عنده سؤال على الروت لوكس؟ عفوا دكتور، منو عنده سؤال على الروت لوكس؟ دكتور اسمعني؟ نعم اسمعك بابا تقول. دكتور بس بالامتحان بالروت لوكس جبت لنا سؤال قلت انه ما ينحل على الروت على الروث وقتها. قلت انه ما مو مو قلنا ما ينحل على الروث. انا قايل لك شيك لي الاستابيليتي حدود الرينج مال الاستابيليتي باستخدام الروت لوكس. انا اريدك توجد لها بالروت لوكس مو ما ينحل بالروت كرايتيريا. اللي حله بالروث كرايتيريا منطقة درجة. يعني هو مو السؤال فرعين، فرع الأول كان شنو هو؟ كان ارسم لي الروت لوكس صح؟ اي نعم. الفرع الثاني شنو هو؟ وجد لي الاستابيليتي باستخدام الروت لوكس مو باستخدام الروث. حدود الرينج مال الكي باستخدام شنو هو؟ باستخدام الروت لوكس. هيك كان السؤال. اوكي تمام دكتور، هسه راح نشوف الحل مالته. بعد من عنده سؤال باباتي؟ زين شوفوا باباتي
هذه الحلول ان شاء الله يعني موجوده عندي، بس ارتبها وانزل لكم اياها مال هذه الاسئله حتى تستفادون من عندها. الفول ديسكريبشن مثل هذا هذا هذا. شوفوا باباتي اكو المثال الاول هذا، المثال الاول هذا قلنا بوقتها شنو هو؟ ارسم الروت لوكس. المثال كان المثال هذا قايل لك لما نزيته 0.5 حدد لي النقطة على الروت لوكس ايش قد؟ مو هذا حليناه بالتفصيل بوقتها. هذا راح نستخدمه احنا دائما بالديزاين باللاج كومبنسيتر، انه انا انطيك مواصفه للسيستم. قلنا الزيتا منين تتراوح القيمه مالتها يا عمر عبد الله؟ ويانا عمر؟ عمر عمر طه؟ نعم. اي بابات الزيتا منين تتراوح قيمها لها رينج؟ زين غازي ما اعرف غازي غازي علي قصي علي اي علي الزيتا شنو الرينج مالتها منين لي وين دكتور؟ من زيرو للون. عافيه من زيرو للون. زين علاوي احنا من الزيرو للوان احنا وين نرغب تكون على الوان لو على الزيرو دكتور؟ بالكريتيكال دكتور. من الكريتيكال؟ من الكريتيكال الزيرو ولا الوان؟ لا دكتور، كل ما يقترب للزيرو يصير اقرب للكريتيكال. كل ما يصير عندي واحد قريب القيمة الواحد راح يصير عندي بي أبر. اي دكتور جبت لكم سؤال علاوي، جبت لكم سؤال ما ادري بالمتير ما ادري بالفاينال. هذا السيستم اندر دامد لو دامد لو اوفر دامد مو لو كريتيكال تذكره مو؟ والله دكتور ما اتذكره. المهم فاحنا من يصير العلوان هذا يروح باتجاه شنو؟ باتجاه الاوفر دامب اللي احنا ما نريده، وباتجاه الزيرو يروح على الاندر دامب يصير مثل الفيرست اوردر البطيء اللي احنا ما نريده، فهو حاله وسط. نعم مو بين. فاحنا لا نريد الواحد ولا نريد الزيرو، نريد حاله وسط. ممكن تكون 0.2 0.3 حسب ويا الجين كومبرومايزد نسوي، لكن من تخرج عن هذا عن الب عن ال من البوينت 1 من الزيرو الى ال1 كانت تكون اقل من زيرو او اوفر 1 ما تفيدنا. فاحنا الان بالسيستم هذا قلنا نريد النقطه على الروت لوكس اللي هي 0.5 الزيتا. ف شلون قلنا هاي الزاويه هي كوساين انفيرس الزيتا، فطلعت ايش قد؟ 60، لان هي هاي 0.5 كوساين انفيرس 0.5 طلع زاوية 60. نرسم خط ويا هاي الزاوية وين نقطة التقاء مع الروت لوكس، نحدد النقطة. هسه هاي النقطة هي اللي راح نستخدمها نسميها شنو هو؟ دوميننت بول. حتى هنا احنا قلنا وجدنا الدوميننت بولز لهذا السيستم عند الزيتا 0.5 فطلعت لنا ماينس 6.6 بلس، طبعا هو يطلع بلس ماينس هو كونجيجيت، فبلس جي 11.4. هذه ان شاء الله بالاول خطوه من خطوات الديزاين باللاج كومبنسيتر. بعد ما نرسم الروت لوكس نحدد الدوميننت بول ونشتغل عليه. ليش؟ لان احنا هذا السيستم نريد وين نزحف الروت لوكس مالته؟ نزحف بهالاتجاه حتى نكبر الجين
مالت الاستيابوليتي الان هو الجين مثلا 9.25 او 11.4 احنا نريد نوصلها الى المية الى الالف فنحاول نسحب الروت لوكس بهالاتجاه وراح ناخذ هذه النقطه ونبدا نزحفها بهالاتجاه اوكي بعد باباتي من عنده سؤال تمام عشان دكتور نعم احنا قلنا انه الزيت هي عندما تكون قيمتها واحد مو تكون في حالة الكريتيكال يعني بالمختبرات اخذناها هيك اي احنا الزيرو هي اندر دامد الوان فول هو كريتيكال باتجاه الاوفر دامد وياي يعني هو من يعبر يصير اوسيليشن قلنا احنا الزيتة وين تظهر تظهر بالكونجيجيت بولز هسه اذا عندك انت كله ريال روتس سواء بول او زيرو ما عندك زيت انت هنا اوكي نعم من يصير عندك كونجيجيت لذلك احنا قلنا لما نريد نشيك بالترانزيت يا المؤثره ها اللي نشتغل عليها هي باتجاه الوان مو باتجاه الزيرو يعني عندي هسه مثلا تو زيتا واحدة 0.3 وواحدة 0.5 وانا اريد احسن السيستم علي من اشتغل على ام البوينت 2 لو على ام البوينت 8 لان هذه هي اللي رايحه باتجاه الاوفر دام تمام دكتور نعم بابا دكتور احنا قيمه الزيت قبل كنا نستخرجها اذا عندنا معادله مثلا سكند اوردر او فيرست اوردر إيه؟ بس اللي جتنا بالامتحانات اكثر من السكند اوردر جتنا فورث اوردر او ثيرد اوردر ما عرفنا شلون نستخرج قيمه الزيت منك. ليش ما حكينا ما قلنا بس شو اسمك انت بابات بلال بلال قلنا احنا اساس الكنترول هو الفيرست اوردر والسكند اوردر تمام تمام زين فاذا جاك ثيرد اوردر هذا معناته شنو السيستم ايش بيه ما عرفت هذا معناته ب فيرست اوردر وسكند اوردر اذا عندي فورث سكند بسكند فانت تجي لاي سيستم هو فورث اوردر تحلله احتمال يطلع عندك تو بول ايش بيهن وقعت على الريال هذا ما بيهن زيته قبل تشمرهن مو تمام يعني انا مثلا على سبيل المثال خلينا نجي للماتلاب مثلا عندي اس سكوير بلس 4 اس كذا كذا طلع الروت مالتها جزء 2 يطلع الريال فهيك سيستم فقط عندي زيته واحد اللي هي ام الكونجيجيت تمام اذا طلعوا اثنين هم سيت مال الكونجيجيت يعني طلع حللت فطلع لي الفورث بولز انه عباره عن تو بولز اثنيناتهم كونجيجيت فاذا انا عندي تو زيته الان ابدا اجي اخذ الزيته قلنا الكبيره واشتغل عليها هاي اوكي تمام هذه شرحناها كذا مره يا بلال نعم بعد باباتي من عنده سؤال اي نرجع الى سؤال الامتحان باباتي أنا بالامتحان جبت لكم سؤال نرجع حتى نوضح سؤال بلال شوف بلال الآن مثلا أنا عندي معادلة اكتبها يمك عندي فد سيستم الدينومينيتر مالته هو مثلا اس قوه 4 بلس مثلا 4 اس قوه 3 بلس 2 اس سكوير ناقص 10 اس زائد 5 اوكي هذا هيك سيستم اذا اجي احسب له الروت مالته هيك بالانوميال 1 4 2 ناقص 10
و 5 كم باور. شوف هذا عند 2 سيت من الكونجيجيت بولز، الاول واقع بماينس 2.7 بلس ماينس 1.34 جي، والثاني 0.709. اوكي الان هذول الاثنين لهم اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان بلس، وهذول الثانيين دول هذا السيت الثاني عندهم اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير. فاجي اشوف من الزيتا الصغيره اهملها واشتغل على الزيتا الكبيره هذه، بينما لو اغير بالمواصفات مالت السيستم مثلا اذا اسوي هذه بوزيتيف على سبيل المثال وهذه 50، شوف شنو الروت اللي تطلع. بعده نفس الشيء، يعني عندي كونجيجيت يجي فت سيت معين ترى اخذها ريال ايماجينري لو بس الايماجينري. لا هذا السيت باباتي هم اس سكوير بلس 2 اس زيتا اوميجا ان بلس اوميجا ان، هذول لهم زيتا الاثنين وذول لهم زيتا. اوكي واضحه؟ يعني اخذ زيتا ريال وايماجينر الاقل الاكثر الاكبر اي واشتغل عليها. واضحه باباتي؟ نرجع الى سؤال الامتحان باباتي. سؤال الامتحان انت اول ما تجي تطلع البولز مالته، عذرا يعني الاتفاد ما يشتغل حتى نكتبه، اول ما تجي تطلع البولز والزيرو راح تشوف انه عندك انت شنو عندك بول بالناقص 30 وعندك بول هنا بول كونجيجيت بس واقعات وين؟ بالليفت سايد، واقعات هذا الاتجاه بالرايت سايد اللي هنا شقد بلس 5 بلس ماينس جي 9.75، وعندك 2 0 واحده بالناقص 12 واحده بال 22. فمن نجي نفحص اول خطوه برسم الروت لوكس ايش نفحص؟ نفحص وين مناطق وجود الروت لوكس. الان باباتي السؤال بالامتحان باباتي اللي جاكم هو ارسم لي الروت لوكس لهذه الاوبن لوب كنترول سيستم اللي له ترانسفير فانكشن هي كي للاس بلس 12 اس بلس 22 و اس بلس 30 و اس سكوير بلس 10 اس بلس 120. هذا عندنا فرعين بي، الفرع الاول انه نرسم له الروت لوكس، والفرع الثاني نوجد حدود الجين بهذا الروت لوكس. فاول خطوه اجي اوجد الروت مالتي. الزيروز مالتي هي مبينه. عفوا دكتور بس سؤال ممكن؟ نعم تفضل. قلت لنا انه هو يونيتي فيدباك. اي يعني مو مسوي لانه يونيتي فيدباك لو انت مسوي اليونيتي فيدباك. لا احنا هذا اليونيتي فيدباك شنو نعم. نستفاد من عنده اذا يونيتي فيدباك لو مو يونيتي فيدباك. اليونيتي فيدباك باباتي احنا عندنا بالكاركترستيك اكويجن حتى نوجد الكاركترستيك اكويجن شنو هي ايش تساوي؟ تساوي الكاركترستيك اكويجن هنا نجي نكتب الكاركترستيك اكويجن ايش تساوي لي؟ واحد زائد الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. قلنا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن ايش تساوي لي؟ تساوي لي الجي اوف اس في الاتش اوف اس. فمن راح اوجد الكاركترستيك اكويجن راح يفرق عندي الاتش اوف اس باليونيتي 1، بس انا جزء مثلا منطيق قايل لك كنترول سيستم فورورد ترانسفير فانكشن هاي، لكن الفيدباك ترانسفير فانكشن هي مثلا واحد على اس،
فتيجي تضرب الجي اوف اس في الاتش اوف اس فيفرق لك بايجاد الكاركترستيك كويجن بعدين. وايضا وين يفرق لك؟ يفرق لك لما توجد الكي هذا، لما توجد البريك اواي والبريك ان، لان احنا نرسم دائما بالروت لوكس نرسم الجي اوف اس في الاتش اوف اس، هاي ثابته. فهنا يونيتي راح نضرب بواحد، فمباشره الروت لوكس ايش قاعد الزيروز ناقص 12 الاس 1 او الزت 1 خلينا نسميه هو ناقص 12 والزت 2 هو ناقص 22. والبول، البول عندنا البي 1 هو ايش قاعد هو ناقص 30، البي 2 و 3 باستخدام الدستور راح يطلع لك 5 بلس ماينس جي ايش قد 9.75. فالان ايش عندي الان؟ اذا اجي ارسم ريال ايماجينري اكسس هذا الجي وهذا الار، ايش عندي؟ عندي بال ناقص 30 هنا بي 1، وعندي هنا بال 22 هو عفوا 0، وعندي 0 بالناقص 12، هاي زت 1 وهاي زت 2، وعندي هنا وهنا 2 بولز، هذا 5 بلس جي 9.75 وهذا 5 ماينس جي 9.75. هسه شكلت الروت لوكس مالتي. اجي افحص مثل ما تعلمنا، اكو هنا روت لوكس بين من بين الزيرو هنا بين الزيرو وال 12 اكو روت لوكس. من يقول لي شو راح يحسب؟ ها باباتي دكتور موجود لان اكو قدامه 2 بولز على شلون اكو؟ من هذا اللي يقول اكو؟ انا دكتور. شو انت من هو؟ انا اكرم. شلون اكو؟ شو احسب لي؟ شلون تعلمنا؟ شلون تعلمنا انه يوجد اكو روت لوكس لو ماكو؟ دكتور العري يلا احنا نحسب اذا اكو قدامنا روت على الرياض اكو شو اسمه اكو روت لوكاس هنا على الـ على الـ على الرياض هسه ماكو ما عندي صفر فهنا ماكو روت لوكاس بس بين الزت 1 والزت 2 اكو روت لوكاس. انا سالتك بين الزيرو وال 12 اكو روت لوكاس تقول لي اي صح؟ دكتور بين الزيرو وال 12 ماكو، بين الزت 1 والزت 2 اكو روت لوكس. احنا سؤالنا يا اكرم بين الزيرو وال 12 اكو ماكو، ليش؟ لان احنا نجي نحقق هاي المعادله. هاي المعادله لما الاتش زيرو لازم يطلع لي ايش قد؟ ريال يعني اود. فنجي هنا هذول ايش قد؟ 360. هذول الاثنين هم شنو هو؟ زيرو. وهذا زيرو، اذا هاي ايش قد 360، اذا ماكو. هنا بين ال 12 وناقص 12 وال 22 اكو، ليش؟ لان هاي 360 قدام انطرح من عندها 180 يظل 180، اذا اكو. هنا بين ال 22 وبين ال 30 اكو؟ ماكو. ماكو. ليش ماكو؟ لان هاي 360 تنطرح منها 360 صفر صفر، اذا ماكو. بعد ال 30 شنو هو؟ اكو روت لوكس. اكو روت لوكس راح يصير. ليش اكو؟ هاي 360 تنطرح معها 360 يبقى فقط 180 مال هذه، اذا اكو. الان الشكل عندي بدايات الروت لوكس، بديت اعرف اكو هنا زين، ما دام اكو زيرو ورايح لهنا روت لوكس وهنا رايح لروت لوكس، اذا انا ايش عندي؟ لازم عندي بريك ان، مو تمام؟
وما دام عندي هنا كونجيجيت اذا عندي لازم انقل اوف ديبارتشر. وعرفت ثاني هذا الروت لوكس راح يجي منين؟ يجي من الاوتسايد. منين يجيني اوتسايد؟ 100% من هنا. فمباشرة حتى اختصر الوقت ما احتاج اروح احسب الانجل اوف اسيمتوتيك وال البوزيشن مال الاسيمتوتيك الزيتا والابساي، ما احتاج احسبهم. يعني انا ما عندي روحه للانفينيتي حتى احسب الاسيمتوتيك لاين، فمباشرة اعبر ذني التو رولز، ما احتاجهم تو رولز ما احتاجهم. فاروح اوجد مباشرة شنو هو؟ اوجد هذه النقطة. شلون اوجدها؟ اوجد معادلة الكي. الكي ايش قد عندي؟ دكتور بس تعيد مال البريك ان والبريك اوت شلون حددتها؟ البريك ان انا ما اعرفها هسه، ادري بها هنا بس بيا نقطة ما اعرفها، راح اوجدها هسه. هسه راح اوجد معادلة الكي. معادلة الكي مباشرة شنو هو؟ ما زال هو موجود بس هذه اليونيتي، اذا مباشرة اقلبها. تصير S زائد 30 في S سكوير ناقص 10S زائد 120 over من هو؟ over هاي اللي هي تطلع S سكوير بلس 34 S بلس 246. يعني ضربت ذولة الاثنين فقط، ضربت S بلس 12 في S مو في S بلس 22. الآن هذه أوجد الدي كي باي دي اس، وهذه مشتقة شنو هو؟ ها؟ مشتقة كسر مو صحيح؟ راح تكون الدينومينيتر في مشتقة الدينومينيتر ماينس النيومينيتر في مشتقة الدينومينيتر. فايش تطلع لنا؟ بالنهاية تطلع لنا هنا من نصفيها تطلع S قوة 4 بلس 68 S قوة 3 بلس 1652 S سكوير بلس 3360 S ماينس 169920 على فد رقم. يعني هذه التربيع S سكوير بلس 34 S بلس 246 كل تربيع، هذه مساوية للصفر فهاي ما نحتاجها، نحتاج فقط الفوق. هذه أوجد لها شنو هو الروت مالتها. الروت مالتها ايش راح تطلع عندي؟ الروتس راح تطلع كالتالي. راح تطلع عندي 2 كونجيجيت اللي هنا ناقص 28.24 زائد ناقص الجي 16.51، ويطلع عندي ناقص 19.615، ويطلع عندي 8.09. الآن من يقول لي يا هي البريك إن؟ دكتور مو ناقص 19 لأن هي بين ال 22 وبين ال 12. هاي بريك إن، هذول ما يفيدوني وهاي أيضا ما تفيدني. فحددت هاي النقطة إيش قد؟ هاي النقطة ناقص 19.615. وجدت واقعة بين الزت 1 والزت 2. فقط اوجد شنو هو بعد؟ الانجل اوف ديبارتشر وارسم الروت لوكس. هذا هسه الروت لوكس حددته بعد هذا وهذا الروت لوكس مالتي. هذه الزاويه ايش قد؟ الان نجي نحسبها كالتالي. عندي قانون سميشن الثيتا بي ناقص سميشن الثيتا زد يساوي لي 180. راح اخذ هذا مو دكتور في ال 180؟ لا فقط ال 180.
هذا استخدم واحد زائد ات، ما عارفين لو من عندي مالتي كونجيجيت، انا عندي الان فقط كونجيجيت واحد، فهذا راح استخدم هذا فاخذ 180. اذا اخذ هذا اخذ ناقص ال 180. فاجي هنا ايش عندي انا؟ عندي ثيتا بي 1 زائد ثيتا بي 2 زائد ثيتا بي 3 ناقص ثيتا زت 1 زائد ثيتا زت 2 يساوي لي 180. فنجي نحسب هذا اللي سميته بي 1 ايش قد؟ هذا هو تان انفيرس ايش قد؟ 9.75 على ايش قد عندي؟ 30 و5 35. فيصير تان انفيرس 9.75 اوفر ال 35. ايش قد راح تطلع؟ هذه راح تطلع 15.56 زائد الثيتا بي 2 هاي ثابتة 90 صح؟ زائد الثيتا بي 3 اللي أنا أريدها ناقص إيش قد؟ هاي الزت 1 هو التان انفيرس لهاي المسافة اللي هي 9.75 أوفر 12 و5 17. إيش قد راح تكون؟ راح تكون 29.835 زائد هاي التان انفيرس مال 9.75 اوفر 27 فراح تكون 19.85 يساوي لي 180. من عندها تطلع الثيتا بي 3 ايش قد؟ راح تطلع لك 100 هذه تجمعهم تطرحهم من من هذه ال 90 زائد ال 15.56 راح تطلع لك الزاويه 124.04 درجه. هاي فمعناتها هاي الزاويه هاي اللي انطلق من عندها الانجل اوف ديبارتشر هي 124 وهاي هي ناقص ال 124.04 لان هن كونجيجيت واحدة عكس الأخرى. انتهى السؤال. انتهى يا فرع. انتهى الفرع الأول. تمام؟ نجي على الفرع الثاني اللي هو إيجاد الجين. شلون نوجد الجين؟ ها؟ أوجد الجين لما أحسب هاي النقطة مال التقاطع. هاي. وهاي. وأعوض مكانها. فأجي أحسب الجين هنا. الجين هنا ينحسب بعدة أمور. أما أسقط وأوجد هذا هاي النقطة شقد من الرسم مالتي أرسمه أو بالأبعاد. فهنا أو هنا ورا ما أوجد الجي أرجع أعوضها. أما أعوضها بالراوث كرايتيريا أو أعوض بهاي المعادلة بكل جي كل اس بجي اوميجا واوجدها هذه النقطة واعوض بها اوجد الكي. الكي حيكون 11.8 وهذه النقطة 17.4 14.439. اوكي هذا هو حل السؤال. واضح باباتي؟ إذا أردنا نشوف باباتي حل السؤال الرابع اللي هو بالفاينل نشوف أنه فقط نثبت النومينيتر والدينومينيتر. طبعا النومينيتر نأخذ للكونفوليوشن وأيضا الدينومينيتر ونرسمه راح يكون بهالشكل هذا. هذه عندي ال 30 هذه ال 12 وهذه ال 22 نشوف انه البريك ان هي ماينس 17
طبعا هي بالكيرسون فتحتمل الايرور اللي هي مثل ما طلعناها بالكالكوليشن، وهنا نقطة التقاطع ب وايضا نقدر الجين نشوف انه الجين 11.8 ونقطة التقاطع 14.6 بس معها الريال شوية، يعني هي ممكن يعني تحتمل لكن بالكالكوليشن هي يعني ادق. هذا هو رسم السؤال، فشي سهل. احد عنده سؤال؟ دكتور يوسف. نعم بابا. دكتور هو احنا بالبداية انت من قلت لنا يونيتي فاحنا سوينا له يعني اوبن لوب وما ضربنا يعني جي في اتش، يعني اذا كلك قلت تقول لنا فورورد وتنطينا او تنطينا جي اتش وجي ونضربها سوا، فاحنا بالبداية انه سوينا له اوبن لوب وتغيرت عندنا الكاركترستكس ايكويشن مالتنا. ليش تتغير؟ هو الاوبن لوب حتى ذا تسوي اوبن لوب هو يونيتي، الجي الاتش واحد. اصلا انا لو منطيك مثلا قايل لك الفيدباك واحد اوفر اس تتغير عندك، اما هسه ما تتغير عندك، جي الاتش اوف اس واحد. بس قول انت تروح ترسم للسيستم الكلوزد لوب، مو صحيح؟ وهذا مو صحيح، غلط. مع العلم هو ما يتغير عندك مواقع البولز والزيروز هذول ما يتغير، وشكل الروت لوكس ما يتغير، لكن اللي راح يتغير بعدين عندك اذا رجعت النوب تحسب الكلوزد لوب على الكلوزد لوب. ماكو هيك شيء، وين تعلمت؟ تمام دكتور. بس دكتور الانجل مال ديبارتشر من جبت المعادله انا كتبت بوقتها نفس الواحد زائد 2 اتش. ليش احنا مو ماخذينها؟ مو هاي مو اخذناها وحسبناها هاي بهذا القانون وحلينا عليها امثله كوما؟ اتذكر هي قانونين 360 حتى لو تكتب الاتش الاتش زيرو الزاويه تطلع تختلف. دكتور باباتي ما يصير تستخدم، انت ما عندك مالتي كونجيجيت. هاي قلناها شو وقت نستخدمها؟ طيتكم مثال اني اذا عندي اثنين كونجيجيت، حليت لكم في اليوم مثال لما عندي بولز وعندي زيرو اثنيناتهم، فنستخدم الواحد بلس اتش. وين حلينا هذا المثال؟ هنا لو هنا دكتور مو بهاي النظمه القديمه من الكورس الاول. اي فلما عندي اثنين اذا عندي هيك يعني مثلا اذا عندي على سبيل المثال هذا هنا عندي وهنا عندي، هاي استخدم واحد زائد اتش. انت اذا حتى لو مستخدم هنا واحد زائد اثنين اتش غير الاتش زيرو تبدي بي، فراح يصير عندك 180، لان انا ما عندي بس اثنين، ليش دا اروح استخدم واحد زائد اثنين اتش وافرض لي الاتش واحد؟ ليش؟ ماكو داعي. ومع العلم هو يعني هو هذا مو صحيح، هذا راح معناته انت شنو الدور عندك الهاي مره ثانيه شلون يصير؟ ماكو هيك. اوكي تمام بعد باباتي زين ال 360 ايش وقت الدكتور قلت بوقت نستخدمها؟ ها ال 360 هاي قلنا لما نشيك احنا هنا من ده نشيك اكو روت لوكس لو ماكو، فكل كونجيجيت هن 360. تلاحظ انا من كنت احسب اقول هنا اكو بين الزيرو وبين الناقص 12 ماكو. لا. ليش ماكو؟ لانه انا حسبت هذول ايش قد؟ هذول 360 اثنين هم، هذول زيرو هذول زيرو هذول زيرو، اذا 360 اذا انه ايفن مو اود، اذا ماكو. كل كونجيجيت هن 360، وقلنا ليش 360؟ لان هنا واحد يكمل الاخر. اكو احد باباتي عنده سؤال؟ تمام نسأل الله عز وجل إن شاء الله يتقبل طاعاتكم ويغفر لكم ويوفقكم إن شاء الله، وإن شاء الله الكل ناجحين بإذن الله عز وجل. يلا باباتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.